سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 50 عاما وما زالت حرائق المسجد الأقصى تلهب قلوب المتعلقة أرواحهم في باحاته وأركانه. تمر هذه الذكرى الأليمة بفعاليات تخلد ذلك الحدث الذي يرسم ملامح الصراع بين الباطل الصهيوني والحق العربي الفلسطيني. في مدينة اسطنبول وأمام مسجد بشكشهير الكبير أقيمت بعد صلاة الجمعة وقفة جماهيرية استذكارا لحادثة إحراق المسجد الأقصى، عقدتها رابطة علماء فلسطين في الخارج بالتعاون مع وقف فلسطين، وشارك فيها جمع من علماء الدول الإسلامية. أيها الإخوة الأحبة، نلتقي اليوم في ذكرى بدء، وليس في ذكرى إحراق، في ذكرى بدء إحراق المسجد الأقصى المبارك. فالنار التي اشتعلت في المسجد الأقصى المبارك لم تطفأ من ذلك اليوم، ما زالت النار تشتعل في جنبات المسجد الأقصى المبارك منذ 50 عاماً أيها المسلمون. بقدر ما كانت الوقفة استذكاراً للجريمة البشعة، أتت أيضاً لتؤكد مواصلة دعم المرابطين في الأقصى والشد على أيديهم في نضال الحق والصمود. منظمات وتجمعات مدنية ورابطات علمائية تسير على هذا النهج، متجاوزة مواقف الحكومات وتحركاتها تجاه هذه القضية. نقف اليوم لنعلن للعالم أننا لن ولم ننسى أقصانا ليوم واحد، ولنذكر العالم بهذه الجريمة الشنعاء التي اقترفها الصهاينة دون أن يعدوا شيئا لقوى العالم التي آزرتهم في حرقهم لمقدساتنا. قضية القدس قضية رمزية للإنسانية وللسلام. عندما استقر السلام في هذه المنطقة في قدس يوجد السلام في شرق الأوسط، عندما تواجد السلام في شرق الأوسط يوجد السلام في العالم. إلى المسجد الأقصى شدت القلوب رحالها من كل مكان مع كل ذكرى ألم تتعلق بتدنيس الصهاينة له، ولعل تلك الحوادث التي تختزنها ذاكرة الشعوب الإسلامية تكون يوماً مشعلاً على طريق استعادة الحق المسلوب.